ان شاء الله في فترة توقف بعد يعني ان شاء نلعب نص المرتبط، بعد كده فترة توقف، فان شاء الله ناخد برضو على بعض اكيد اكتر اكيد. عمر والدنيا وعمر برضو قالوا لنا الكلام ده، ومهيب كمان قال الكلام ده، ان فترة بالظبط. ف التوقف دي هتبقى مفيدة جدا يعني ليه. احنا يا دوب ما كملناش اسبوعين اصلا مع بعض، في صحيح، وصفقات كتير جديدة، ف لسه الدنيا لسه ما متوقف، خدتش على بعض ويمكن كمان هتفيد عبد الله. يعني انت عبد الله ما بالظبط. شاء الله، يعني هم 6 ماتشات هتلعبوا ومش قويين قوي يعني، طبعا مع كل الاحترام طبعا لكل الفرق، بس انت مثلا هيبقى ممكن تلحق نص الفتره دي يعني صح؟ انا الفتره يعني لو التزمت بالادويه وكل حاجه مش هكمل ان شاء الله، يعني اقل من شهر ان شاء الله، فهنزل. هيكون لسه هنكون هنبدا يعني، هكون فتره توقف خلصت، بس هنكون بدانا على انت الماتشات بتقول لي انت ما حسيتش بألم او حاجه، انت ما لا ما انا في سخونيه الماتش، هو ممكن يكون في احتكاك او حاجه، صباعي جزع جامد. جزع جامد، فانا ما حسيتش، لكن بعد ما طلعت وبريت حسيت بقى بورم، رحت عملت ورحت اشعه. عملت اكس راي على طول، طلع ان في كسر في سلمه الصباع الرابع بس. فالدكتور زي ما قلت بقى، قال لي شهر ان شاء الله. لا الف سلام عليك. بس